انا كنصادفو سعيده بالرياس على هامش يعني الاعتماد ديالها كسفيره للنوايا الحسنه والدبلوماسيه المغربيه في النمسا. يعني شنو يمكن تقول بمناسبه هذا الاختيار ديالك؟ انني نمثل الجاليه المغربيه المقيمه في النمسا ومدينه فيينا جمعيه لم جم نعم. وشني الافكار اللي يمكن تقولها دابا وانت بالمناسبه يعني شني كتتمنى تتحقق يعني في مجال دعم القضيه الوطنيه؟ كنتمنى نكون حنا المغاربه من طنجه للقويره الصحراوه المغاربه نكون ان شاء الله يربي دائما مجموعين وموفقين في هذه الجمعيه باش ننمو الصحراويه في العالم ان شاء الله. وانت كعريشيه زعما بالنسبه لك هذا تشريف طبعا وتكليف في نفس الوقت، يعني بالنسبه لك يعني شنو يمكن يضيف لك المدينه ديالك انت بالنسبه لك هذا التشريف بالنسبه لك يعني شنو يمكن يضيف لك انت يمكن يضيف لك يعني ولا المدينه ديالك بالنسبه لهذا الاختيار ديالك؟ اشنو غادي يضيف لي؟ نعم غادي يضيف لي كل شيء. انا فرحانه انني مثل المغاربه والصحراويين في العالم. نعم وبصفه خاصه الدور ديال المجتمع المدني باش في الدبلوماسيه المغربيه، كيفاش كتشوف هذا الوضع دابا اللي كاينه وفي المستقبل يمكن تساهم به؟ غادي نعرف ان شاء الله يربي الحضاره المغربيه والصحراويه في العالم. هذا هو الهدف. اذا هذا هو الهدف ديالي انني الصغايا المغربيه في النمسا. نعم وبصفه خاصه بالنسبه يعني في النمسا معروفين يعني كيتكلموا اللغه النمساويه بالاضافه الالمانيه. يعني بالنسبه لك انت عشتي كتعيش مهاجره في فيينا؟ واش من مدينه؟ مدينه فيينا. واش يمكن تقول على الجاليه اللي كتعيش تما في النمسا؟ كاينه بعض العريش اللي كنعرفهم كيعيشوا تما واندمجوا في المجتمع النمساوي. العريشين كاين ثلاثه عائلات عايشين في النمسا كلها، لكن كاين الصحراويين وكاين من الجنوب والمغرب. نعم وبهذه المناسبه هذه الاختيار ديالك انت من هذه الجاليه هذه، شنو هي الكلمه اللي كتوجه باش يدعموك في العمل ديالك في المستقبل؟ ان شاء الله يكونوا يد وحده. وشنو هي الوضعيه اللي كيعيشوها تما؟ الوضعيه كيعيشوا بها مزيان، المغاربه كيعيشوا اندمجوا في المجتمع النمساوي. كاين اللي متزوجين بعائلات، كاين اللي كيوصلوا لمراكز القرار، كاين اللي وصلوا يعني مستويات عاليه بزاف. المغاربه ان شاء الله المغاربه في النمسا كيشرفوا المغاربه في العالم صراحه. اذا كنتمنى لك تنجحي في المهمه ديالك ان شاء الله وتدعمي القضيه الوطنيه على مستوى الدبلوماسيه الموازيه، وبالاضافه الى ذلك يعني خدمه يعني حتى الجاليه، القضيه ديال الجاليه وبصفه خاصه الجاليه ديال مغاربه العالم في مكانه سواء صحراويين او مغاربه في كل مكان ان شاء الله.